زيد اللي باش نحكيه على قضية كنا يظل طرحناها في مرات سابقة يتعلق بشبهات فساد في وتلاعب واستيلاء على المال العام في المندوبية الجهوية يظل في على ما يخص الأكلة المدرسية. معنا الناطق الرسمي والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيد جابر الغنيمي في المباشر ونفهم من عنده وين وصلت هذه القضية. مرحبا بك سيد جابر. أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الياسمين، جميع المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا. ديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد، القضية كنا حكينا عليها قبل، على ما يبدو فما جديد في هذه القضية، لكن نذكروا بها وثم نعطيه جديد. سيد جابر تفضل. هو لهنا باش نوضح، فما رمزوز قضايا بشرتها النيابة العمومية. القضية الأولى اللي هي معناتها تقدم بها المكلف العام بنزاعة الدولة بحق وزارة التربية إلى النيابة العمومية بمحور البداية في سيدي بوزيد معناتها الجمعة الفائتة، والشكاية هذه اللي تقدم بها المكلف العام بنزاعة الدولة فيها معناتها ما يفيد أنه مصالح تفقدية راجعة بالنظر لوزارة التربية قامت بتفقد لديوان الخدمات المدرسية ومعناتها معناتها في سيدي بوزيد، ومعناتها تبين من خلال أعمال التفقد والرقابة أنه فما تلاعب تجاوزات وتلاعب في خصوص صفقة التزويد المعاهد والمدارس التابعة لديوان الخدمات المدرسية بالخضر والغلال، وفما معناتها حتى تزوير نتاع فواتير اللي هي وهمية تم خلاصة. النيابة العمومية على ضوء كما قلنا الشكاية هذه قد بها المكلف العام بنزاعة الدولة عاهدت فرقة الأبحاث العادية بسيدي بوزيد بمعناتها إجراء الأبحاث اللازمة وبصفة عاجلة، وبطبيعة الحال تم معناتها إجراء جملة من السماعات ومعناتها المكافحات، وبطبيعة الحال معناتها بعد انتهاء المكافحة هذه تم مراجعة النيابة العمومية اللي بطبيعة الحال بناء على الأبحاث تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص اللي هم كل من المدير العام السابق لديوان الخدمات المدرسية وفما مدير نتاع المطاعم التجهيز والمطاعم وكذلك المنسق الجهوي السابق لديوان الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد. كذلك تم تقديم أربع أشخاص اللي هم كل من معناتها تم رئيس مصلحة في ديوان الخدمات الجامعية، وكذلك تم مدير معهد ومعناتها حافظ المغازة في أحد معهد الثانوية وطباخ وإدراج معناتها شخصين بالتفتيش اللي هما كل من المتعهد ولا المزود نتاع الخضر والغلال اللي متعاقد مع معناتها ديوان الخدمات المدرسية واللي قاعد يزود في المدارس والمعاهد بالخضر والغلال، وكذلك فما معناتها موظف آخر كانت عنده صلة بمعناتها الموضوع. حبيت سيد جابر باش نفهموا طبيعة الفساد ممكن اللي موجودة هنا، هل هي معناتها فما الصفقة صارت في إطار معين مشبوه، كانت قديش القيمة إذا عنا القيمة مثلا متاع هو كما قلنا بالنسبة للفساد في مثل حاجة الأولى في أنه فما تضخيم لمعناتها الأثمان، معناتها الأثمان فما تضخيم وفما معناتها تدليس وتزوير للفواتير نتاع التزويد هذا من ناحية، وكذلك فما حتى تجهيزات نتاع مطبخ تم الخلاط على أساسه ولكن في الحقيقة ما فماش وهمي ما صارش هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي هو نفس الشيء معناتها عنده علاقة بالديوان الخدمات المدرسية، نفس الشيء المكلف العام بنزاعة الدولة في حق وزارة التربية تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة البداية بسيدي بوزيد، والشكاية هذه تتضمن ما يفيد أنه تم صفقة نتاع تعبئة ومعناتها صيانة قوارير الإطفاء في المعاهد الثانوية، معناتها تم في كل معهد ثانوي تم قوارير الإطفاء بطبيعة الحال تم شركة تتعاقد معها ديوان الخدمات اللي هي تمشي تصينها تعمل صيانة نتاع القوارض هذه ومعناتها تعبئها تعبئة وتزويد. تبين من خلال أعمال التفقد أنه لا صار لا تعب ولا شيء، معناتها القوارض الأطفال هذه فارغة، ورغم ذلك أنه تم خلاص صاحب الشركة المتعاقد. النيابة العمومية عهدت فرقة الأبحاث العدلية بالموضوع وتم البحث وإجراء ما يتعين كما قلنا من الأبحاث، على ضوء ذلك تم مراجعة النيابة العمومية اللي احتفظت بالمنسق الجهوي السابق وكذلك بمعناتها المزود اللي كما قلنا خلص
من أجل هل التزويد هذه والتعبة، ولكن فعلا ما قامش بحتى عمل، ما قامش بحتى عمل. الزوز ما حاضر أذوما باش يتحالوا لاحقا على النيابة العمومية، والنيابة العمومية باش تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن كما قلنا الأشخاص. واضح وأنه راه قيس على ذلك. شوف شو باش نفهموا بالضبط حجم ممكن الفساد اللي موجود في بلادنا. راه ممكن تفاصيل صغيرة هذه، ولكن هذه وقت اللي نلقاها في أكثر من إدارة، في أكثر من منطقة، بتبيع راه ديما نسبوا الأمور، ولكن هذه حقيقة. اللي يعرف تونس ويعرف كواليسها يعرف أنه هذايا عادي وأنه قاعد موجود وقاعد يسير. ونحب نكمل معاك، يذر لي البارحة اللي تم إصدار زوز بطاقات إيداع بالسجن في حق ضباط في الحرس الوطني لشبهة تدليس وثائق. سيد جبر، هو بالنسبة للموضوع هذا النيابة العمومية تم إعلامها بطبيعة الحال، ولا تم إحالة الشكاية إليها من طرف مصالح وزارة الداخلية، مفادها أنه فما تم تفقدية تطمس لأنه فما تفقدية تابعة وزارة الداخلية، هي تفقدية تابعة لدار العمل الحرس الوطني. الحرس الوطني هي لهنا مشكورة لأنها قاعدة تخدم ومعناتها تكشف على الملفات أظن تاع الفساد. تم تعهيد كما قلنا النيابة العمومية بالشكاية فيها أنه فما تم التفطن إلى أنه أثبتنا إجراء عملية تفقد، أنه تم اكتشاف عملية تدليس لوثيقة إدارية. وثيقة إدارية تابعة وزارة الداخلية أو تابعة وزارة أخرى؟ وثيقة إدارية تابعة منطقة الحرس للجهة. النيابة العمومية عهدت أحد الفرق المركزية للحرس بالبحث في الموضوع وإجراء ما يتعين بخصوص التدليس على الوثيقة الإدارية بمراجعة النيابة العمومية. أذنت بالاحتفاظ بالضابطين هذوما ومعناتها إحالتهم على النيابة إثر استكمال الأبحاث. باستكمال الأبحاث تم إحالة المحضر عن النيابة العمومية اللي حلت التحقيق ضدهما، وكل من وحتى معاهم تم امرأة وكل من عسان يكشف عن البحث من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس. سيد قاضي التحقيق أصدر زوز بطاقة إيداع بشأن المتهمين ضمة. شو الغاية منه ممكن التدليس هذا؟ الغاية منه شنو؟ مصلحة شخصية أو شخص آخر؟ والله شوف احنا دونتوري كان احنا نشوف في الجانب القانوني، احنا عندنا معناتها جريمة اسمها التدليس، الغاية هذيك معناتها ما خليها في المحكمة. الغاية هذيك علاش وكيفاش؟ احنا عندنا معناتها جريمة اسمها التدليس وعندنا شكاية تعهدنا بها، وكما قلنا في الاخر سيد قاضي التحقيق هو اللي صدر بطاقه ايداع بشان الزوز المتهمين الذي وقال المراد بحاله صراحه، وتاخير بطبيعه الحال الملف الى موعد لاخر لمزيد التعمق في الابحاث. واضح. نشكرك برشا. انا اتقرا اسمي باسم المحكمه الابتدائيه بسيدي بوزيد سيد جابر الغنيمي على كل ما افدت.